يوم بعد يوم مصر بتقدر انها توصل رساله للعالم كله بحقيقه ما يحدث في قطاع غزه من جرائم وانتهاكات وعقاب جماعي لكل المدنيين، وده ساهم في خلق راي عام دولي اكثر حياديه تجاه القضيه الفلسطينيه. خلينا نتكلم اكتر عن الجهود اللي بتقوم بيها مصر في كل المستويات لانهاء الازمه الفلسطينيه. معانا الدكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه. دكتور صباح الخير عليك. اهلا. صباح الخير دكتوره منى. صباح الخير شاذ. صباح الخير يا فندم. احنا لا جدال ان القضيه الفلسطينيه ودعم القضيه الفلسطينيه عقيده مصريه. ايه اللي تم انجازه الى الان على ارض الواقع عشان نقدر نقول يتم دعم مستمر للقضيه الفلسطينيه؟ طبعا الأول مرة للأسف هناك تصعيد غير مسبوق، يعني هناك تحدي كبير في غزة، يعني أرقام الضحايا وعداد الشهداء يعني متوالية هندسية، كل يوم 300-400 شهيد. نحن أمامك يعني حدث غير مسبوق، وهذا الحدث بيتم أنه من قبل كيان الاحتلال بيقوم بسياسة العقاب الجماعي، والأول مرة للأسف بيتم برعاية غربية ودعم أمريكي واضح وحماية غربية. أمام هذا التحدي طبعا مصر من زوم الأول طبعا تحركت من 7 أكتوبر، والتحرك المصري كان عن 3 مسارات بالتوازي ومتكاملين. المسار الأول مسار الإنسان، لأن يعني عندما كارثة إنسانية، عندما يتم عقاب جماعي، قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء، عقاب للشعب الفلسطيني بدون أي ذنب وبدون أي جريرة، وزي ما قال الرئيس السيسي تم تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى مبدأ العقاب الجماعي. ورأينا كارثة إنسانية، يعني قطاع غزة أصلا قبل 7 أكتوبر كان بيعاني من تحديات اقتصادية وأزمات جاءت الحرب وفاقم الموضوع، وبالتالي تحركت مصر على المستوى الإنساني. كان الهدف واضح هو تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ومن خلال إدخال المساعدات الإنسانية المصرية، وفي ظل العالم كان يعني بيتعامى ويتبنى الرواية الإسرائيلية ويبرر ما تقوم به إسرائيل، ويعني غايبة أو ما قلت جمد الضمير الإنسان، يعني الدول الغربية التي كانت تتشدق بالإنسانية والقوانين واتفاقات جنيف وكلها تم وضعها في الثلاجة مقابل الانحياز لإسرائيل وإعطائها الضوء الأخضر لكي تفعل ما تشاء وإطلاق هذا. في وسط هذا كانت الضمير المصري بقى، الضمير الإنساني، يعني مصر شقت طريق للإنسانية أمام العالم، أنه لا يمكن يعني حد أدنى من الجانب الأخلاقي والضميري أن لا يتم ذنب، يعني هؤلاء الأطفال يموتوا بلا ذنب، إن لم يمت بالقصف يموت من المرض أو من الجوع. وبالتالي كانت الرسالة المصرية واضحة، العمل على إدخال المساعدات وتخفيف العبء. طبعا هناك تحديات الجانب الإسرائيلي، قصف المعبر، وضع شروط تعجيزية، مماطلات، تحديات، يعني ظلت الشاحنات المصرية والمساعدات أكثر من 10 أيام، أكثر من 200 شاحنة، وكان هناك يعني ما يسمى تعامي غربي عما يحدث في قطاع غزة. مصر تقول هناك كارثة إنسانية، يعني ما ذنب هؤلاء؟ وبالتالي كان الدور المصري في تخفيف المعاناة في هذا المسار، ونجحت مصر. ولذلك يعني يوم السبت الماضي مع انطلاق قمة القاهرة للسلام، في نفس التوقيت دخلت المساعدات و20 شاحنة مصرية، لأن رغم التحديات لأن مصر الجهود المصرية أثمرت، وحتى الآن كل يوم طبعا هناك مساعدات، رغم أنها طبعا يعني تمثل الحد الأدنى ولا تمثل طبعا يعني ما يواجهه الشعب الفلسطيني، لكن على الأقل هذا المسار. هذا المسار أيضا تكمل معه الخطاب المصري، يعني كما أشرت دكتورة منى في المقدمة، مصر غيرت وجهة النظر العالمية. كان العالم بينظر بعين واحدة، هي الرواية الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه ما اسمه 11 سبتمبر يبرر لها الدفاع عن النفس والقتل الجماعي في الشعب الفلسطيني، ولم يكن هناك التفات لما يحدث للفلسطينيين. وبالتالي الروايه مصر وجهت النظر العالمي، لا هناك كارثه انسانيه، هناك 5000 شهيد فلسطين، 70% منهم يعرف فندم الفرق ما بين الارهاب والمقاومه، في فرق كبير جدا. صحيح، وان الشعب الفلسطيني هو ليس له اي ذنب بهذا القتل، يعني 70% من النساء والاطفال يتم تدمير احياء بكاملها، يعني هناك اطفال يعني يموت تحت الركاب. وبالتالي بدا العالم الخطاب العالمي يتغير، والتاكيد على فكره ادخال المساعدات، تخفيف البعد الانساني، كل هذا لان مصر، وكان الرئيس السيسي في كلماته حقيقه في قمه القاهره كانت موجهه للضمير الانساني. يعني كيف يسكت الضمير الانساني عما يحدث من يعني كل جرائم حرب متكامله، يعني جرائم بحرب بالفعل وفقا لاتفاقات جنيف، القانون الانساني، القانون الدولي، وفقا للاعراف والقوانين حتى الاخلاقيه والضميريه، يعني حتى هؤلاء بشر ليسوا يعني كفلسطينيين، هم كادميين. هذا المسار بالطبع المسار الانساني في دعم القضيه الفلسطينيه مع المسارين الاخرين، مسار على الصعيد العسكري والامني والمسار السياسي. المسار العسكري مصر حذرت وبالتنسيق والجهود ان الحرب قد توسع الحرب الاقليميه، ان لم يكن هناك صوت الحكمه والعقل واحتواء هذه الحرب ستندلع، وبالتالي تنفجر المنطقه، وستكون عواقبها يعني تداعيات على الجميع الاطراف. ولذلك هناك اتصالات مصريه منذ الاول مع الشركاء العرب، مع الشركاء الدوليين،
مع كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة والحرب وعدم الاتساع. ولذلك بدأنا نجد الخطاب الغربي ومعظم الدول الآن تقول أنه أهمية ألا يتم التصعيد. هذا المسار الثاني ثم المسار العسكري والأمن بالتوازي المسار السياسي. المسار السياسي تجسد في قمة القاهرة للسلام. مصر أخذت زمام المبادرة لأن هناك حالة من الاندفاع. أنا في اعتقادي تيار متشدد تقوم حكومة إسرائيل حكومة الحرب برعاية غربية وأوروبية أمريكية إعطاء صلاحيات حماية بالعسكرية بحملات الطائرات بالدعم العسكري بالخطاب السياسي. الإعلام الغربي يعني مزدوج تماما يتبنى فقط الرواية الإسرائيلية سياسة تكلموا عن قطع الرؤوس والأطفال والاغتصاب ولم يحدث الأرض الواقع. هذا لكي يبرروا ما تقوم بإسرائيل. وسط هذا أخذت مصر زمام المبادرة في قمة قرار السلام وقالت العالم رسالة بسيطة أن هذا الانفجار هو حدث النتيجة للمرض. ما هو هذا عرض لمرض؟ ما هو المرض؟ المرض هو استمرار الاحتيال، استمرار التشدد والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاكات الأقصى، ثم استمرار غياب أفق للتسوية السياسية. وبالتالي إذا أردت أن تحل هذه المشكلة وتمنع هذه المواجهات الدموية التي يدفع ثمنها الأبرياء والمدنيين من الجانبين ليس فقط من كل الأطراف، صحيح، لابد أن تعالج من الجذور. كانت الرسالة المصرية في المسار السياسي حل الدولتين، السلام العادل الشامل. ما هو السلام العادل والشامل؟ دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه وفقا للمرجعات الدولية، قرار 242 مجلس السلام، كل القانون والمرجعات الدولية، وليس السلام على الطريقة الإسرائيلية. إسرائيل تتبنى السلام على طريقتها، مجرد دولة فلسطينية كانتونات في الضفة وغزة، استبعاد القدس، منزوعة السلاح، يعني تكون فقط على المساعدات. وتبنت أمريكا هذه النظرية، وبالتالي كل مشروعات السلام كمان في سياستها الاستيطانية، يعني هو طبعا أمر الواقع، كل مشروعات السلام كلها تحطمت بسبب هذا التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي. فمصر تقول أصل المشكلة ستستمر هذه المواجهات، هذه الموجة وهذه الدورة وهذه الحلقة من المواجهات طبعا الأكثر عنفا والأكثر دموية، لكنها لن تكون الأخيرة، كمان لن تكون البداية. طالما استمر الاحتلال، طالما استمر المرض، ستتصرم هذه الأعراض. وكانت الرسالة المصرية واضحة، لابد من حل الدولتين، لابد من علاج شامل جذري. وبالتالي التحرك المصري على المستوى الإنساني، المستوى العسكري والأمني والمستوى السياسي، وبدأت الجهود المصرية حقيقة الآن في إعادة على الأقل يعني إعادة رسم خريطة التفاعلات. كان هناك انحياز كامل، تيار متشدد. مصر استطاعت أن ما تسمى بلورة تيار الاعتدال، الاحتواء، التهدئة، الاستقرار، تقدم خطاب متحضر، يعني الحياز الإنسانية، حياز الضمير الإنسان. تقدم خطاب السلام الاستقرار وليس خطاب التصعيد، لأن ما تكون بإسرائيل حتى لو قتلت آلاف آلاف الفلسطينيين لن يحقق لها الأمن والاستقرار. يعني بمعنى آخر منطق الحرب والتصعيد لن يوجد. وهنا كانت الخطاب المصري والدور المصري في أخذ زمام البادرة، تحركت على الأرض الواقع. أمس فقط يعني كان هناك المجموعة العربية والوزير سامح شكري ويحاولون يعني التأكيد أمام الأمم المتحدة بتشخيص هذه المشكلة. يعني مصر وضعت خريطة طريق، إذا أردت حل هذا الصراع من جذوره، وقف هذا التصعيد، وقف القتال، تخفيف المعاناة، ثم العمل لحل الدولتين. هي عظيم. منظومة واضحة متكاملة. ولذلك نقول أن قمة القاهرة للسلام شكلت خريطة طريق واضحة للعالم، وبدأ المنطق أو التيار التصعيدي في العالم الذي تقوده إسرائيل ومعها الجولة الغربية بهذا الانحياز الأعمى والدول الأوروبية، وهناك أطراف إقليمية أيضا تدخل على الخط، توظف هذا معروفة، تحاول توظف هذه الحرب لإشعال المنطقة. هذا التيار كان التيار المضاد له والكابح له، هو التيار الذي مثلته مصر في تقديم خطاب اعتدالي. ولذلك بدأنا الآن نتحدث، الآن بدأ يعني النبرة تتغير، تأكيد على الجانب الإنساني، على وقف التهدئة، عدم توسيع الحرب، وكل هذا نتيجة الجهود المصرية والدور الذي لعبه الرئيس السيسي في قمة القاهرة وفي اتصالاته مع كل قادة العالم. عظيم. واحنا بنتكلم عن دور مصر دكتور، لازم نشير كمان إلى دور مصر حكومة وشعبا، لأنه في حالة من التوجه المصري لدعم القضية الفلسطينية، وده ثابت على مدار التاريخ. يعني التاريخ يبرهن هذا الكلام، أنه أي تصعيد كان بيحصل في غزة مصر كان لها دور فيه، وكان آخرهم طبعا في 2021. مصر فاهمة طبيعة الصراع كويس جدا، وعارفة ما يحدث، منفتحة على كل الأطراف الموجودة هناك، فبالتالي هي طرف بالفعل قادرة أن هي تدخل للوساطة، في حين تعجز بعض الأطراف الإقليمية والدولية عن الوساطة في مثل هذا الصراع. وعشان كده دايما الوسطاء الأجانب أو الدول الغربية دايما بينسقوا مع مصر في أي صراع بيحصل في القضية الفلسطينية. عايز أتكلم مع حضرتك عن الدور المصري والشعبي، الدور المصري دولة بكافة مؤسساتها وبالإعلام المصري كله، وفي نفس الوقت أيضا الدعم الشعبي لهذه القضية. شوف أستاذ محمد، القضية الفلسطينية هي جزء من الضمير الإنساني المصري، يعني جزء من العقل والضمير المصري. طبعا يعني هناك يعني طبعا المصريين جربوا
الحرب وجربوا الصراع مع اسرائيل واكتووا بنار هذا الاحتلال، ويعني وبالتالي هم يدركون جيدا المعاناه الفلسطينيه، ويدركون جيدا ان انهاء هذه المعاناه لابد من ان يكون هناك حق هذا الشعب في ان يكون له دوله مستقله ويعيش كبقيه شعوب الارض. ولذلك شكل هذا الدعم الفلسطيني والانحياز للقضية الفلسطينية جزء من الضمير الإنساني على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي. يعني على المستوى الرسمي طبعا يعني منذ عقود، وخاصة في الفترة في آخر 10 سنوات في يعني في المواجهات 2012 2014 و21 و22 كان مصر هي اللي تأخذ زمام الأمور، كانت دائما حريصة على الانحياز للجانب الفلسطيني للقضية الفلسطينية، دعم القضية الفلسطينية وتتحرك لوقف هذا العدوان والتصعيد. رأينا في مايو 21 عندما وقف العالم صامتا وعاجزا عن الحرب التي استمرت 11 يوم، تدخلت مصر باستقلالها السياسي والأمني وقدرتها وعلاقاتها وخبرتها في إدارة هذا الملف، ووقفت الحرب وأسرت الهدنة، وشكر الرئيس بايدن بالرئيس السيسي واتصل به التليفون والأمم المتحدة، وكل لأن كل وقف عاجز أو صامت عن هذا العدوان، وانحازت مصر ونجحت. لكن تظل التحدي هو في وجود الحكومة المتشددة في إسرائيل الذي تريد أن تجر المنطقة إلى الهوية. يعني بدلا من أن يكون هناك يعني نزوع نحو السلام والاستقرار وإقامة بيئة طبيعية للتعايش والتعاون والازدهار، وهم يغزون البيئة الصراعية كما نرى انتهاكات الأقصى، انتهاكات المواثيق، وهذا طبعا بمباركة ورعاية غربية فيشجع إسرائيل ويعطيها الدول الأرض. ولذلك الجهود المصرية كانت متواصلة في دعم الفلسطينيين على هذه المسارات الثلاثة. طبعا الجانب الشعبي مهم، يعني أزمة الأخيرة يعني عكست هذا الالتفات الشعبي، يعني هذه الانتفاضة المساعدات كل الشعب المصري التبرع بالدم من المساعدات على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرقمي. يعني عندما تمشي الان في الشوارع بتجد كل المصريين كلهم مهتم بهذا الامر، يعني حتى يعني القهاوي يعني المقاهي وهذا المصر كله انه يعني هو بيتعاطف مع الجانب الفلسطيني مع القضيه الفلسطينيه، جزء من الضمير لا يمكن محوها. ولذلك شكلت مصر فلسطين منتشره في الشوارع المصريه، الاعلام كلها والاطفال الان هم يعني بدات الوعي بهذه القضيه وكله مهتم، لان بالطبع يعني في جزء انساني لا احد يستطيع ان يصمد امام هذه يعني هذا القتل والاطفال الابرياء، وان ترى يعني احياء بكاملها تهدم وناس تحت الركام واطفال يصرخون ولا مستشفيات بدون ماء وكهرباء. طبعا مشاهد طبعا يعني المفترض ان العالم المتحضر يعني تجاوز هذه الامور، لم تحدث حتى في الحروب العالميه عندما نرى هذا، والمشكله انه يتم بمباركه غربيه يعني بدعم غربي. وتعالي تخيل ان مجلس الامن الدولي المناط بحفظ الامن والسلم الدوليين حتى الان عاجز ان يصدر قرار بهدنة إنسانية تخلو مساعدات. يعني لا نتكلم عن دوره في حفظ الأمن والسلم ووقف التصعيد والزام إسرائيل بوقف عدوانها، لا نتكلم عن هذا أصبح من يعني من الأمنيات المستحيل. نتكلم عن أبسط الحقوق أن يصدر مجلس الأمن قرار بتخلو مساعدات. روسيا قدمت مشروع قرار رفضته أمريكا، لماذا؟ لأنه اعتبرت أنه لا منحاز ضد إسرائيل. يعني أنت تتكلم عن أنقاص في 24 ساعة لكل مناطق غزة، لا توجد منطقة آمنة. وبالتالي هنا الاهتمام من الدور المصري، كان الدور المصري مهم هو الحاضن والداعم للقضية الفلسطينية. يعني في اعمار غزه في مايو 21 مصر التي تدخلت وقامت باعمار غزه وقدمت مساعدات نصف مليار دولار. على المستوى الترتيب البيت الفلسطيني يعني عشرات اللقاءات في مصر وترتيب والمصالحه الفلسطينيه وبلوره رؤيه فلسطينيه مشتركه. على المستوى السياسي في كل لقاء الرئيس السيسي في كل خطاب في كل محفل دولي دائما القضيه الفلسطينيه حاضره في قلب، ودائما الرئيس السيسي يقول ببساطه القضيه الفلسطينيه ام القضايا، هي القضيه المركزيه، هي مفتاح الامن والاستقرار في الشرق الاوسط. اذا ارادت امريكا والدول الكبرى واسرائيل وكل هذه الدول تحقيق بيئه مزدهره وتعاون طبيعيه، لان يعني الطبيعي منطق الامور يقول ان هناك ازمات عالميه واقتصاديه وكورونا وتحديات، هذا بيفرض على الدول ان تلتفت الى التعاون والازدهار. يعني الحروب ستفاق من المعاناه صحيح. وبالتالي البيئه الصراعيه ستضر الجميع. كانت الخطاب الرساله المصريه والخطاب المصري ان لابد من حل هذه القضيه بشكل عام. وهما ظهر جليا في قمة القاهرة للسلام، لكن خلينا نقول ان شفنا في الفترة الأخيرة ازدواجية في الخطاب من الدول الكبرى والدول الغربية، كل ما بيمسكوا طرف او جانب بيكلموه باللغة التي تهدئه، ولكن فعلا وواقع الامر هم لهم مواقف ثابتة لا يحيدوا عنها. هل قمة السلام وضعت الدول دي امام مسؤولياتها عالميا ووضعتهم في منظر او في وضع قانوني دولي انهم بيكلموا وما بينفذوش، بالعكس هم ماشيين في اتجاه بعيد كل البعد عن السلام؟ وبالفعل من هذه نقطه مهمه، لان القمه لو قلت هي وضعت خريطه الطريق، يعني خريطه بسيطه لحل الصراع. على المستوى السياسي اذا اردتم ان تحموا امن اسرائيل وهي حليفتكم، الذي يحمي امن اسرائيل ليس قوه السلاح والاستيطان والقتل الجماعي، الذي يحمي اسرائيل والسلام العادي.
هذه تجربة التاريخ يعني. كل الاحتلال في العالم انتهى، لم يعد سوى الاحتلال الإسرائيلي، والطبيعة ومنطق وحتمية الأمور تقول أن هذا الاحتلال لابد إلى زوال. ويعني حتى يعني كلما أطال كلما تالت التكلفة البشرية في المنطقة وتكلفة الصراع والصدام والكراهية، وبالتالي وضعت قمة القاهرة العالم أمام مسؤوليات أن الجانب الغربي إذا أردت أن يكون لكم مصالح في المنطقة ومنطقة استقرار ويعني منطقة مزدهرة، لن يكون بهذه المقاربة في الدعم الكامل لإسرائيل الذي يشجعها. يعني إسرائيل لم تكن تقوم بهذا الأمر وهذا العقاب الجماعي وهذا التحدي للمجتمع الدولي والقرارات الدولية لولا أن هناك مباركة أمريكية أو دعم يعني مظلة حمائية، يعني عدم إصدار مشروع قرار في مجلس السلام يدين إسرائيل، الدعم العسكري يعني الحملات الأمريكية تحمي إسرائيل وهي تقوم بالعقاب الشعب فلسطين. هل فلسطين وغزة بشكل تهديد استدعي هذه الحملات الطائرات ويستدعي هذا الاستنفار العسكري؟ الرؤساء الغربيون كلهم ذهبوا إلى تل أبيب لتأكيد التعاون، لكن لم ينظروا للجانب الآخر المعاناة الفلسطينية. وبالتالي قمة القاهرة وضعت العالم كان فعلا. عندنا تصريح لماكرون بالأمس قال هناك من يقتل فقط لأنه يهودي، يعني دخل أخذ الصراع في اتجاه تاني خالص يعني. ولذلك عندما ذكر وزير الخارجية قال أنه يهودي، لا يعني القصة العالم العربي هو مصر مع التسامح والتعايش. كانت رئيس السيسي على الهواء مباشرة أن اليهود ليس مشكلة مع اليهود، المشكلة مع الاحتلال. اليهود طول عمره عايشين والشعب العربية مع التسامح والتعايش والأمور. ولذلك قمة القاهرة كانت مهمة ليه؟ لماذا؟ لأنها جاءت في توقيت كان هناك اندفاع وتيار معين اللي هو تيار التعصب الذي يقود المنطقة الهوية، هي حاولت تشكل كابح وأن هناك رؤية أخرى وأن هناك واقع آخر. واقع آخر أن ما حدث هو النتيجة لهذا لعرض هذا المرض، لابد من علاج المرض من جذور مرض الاحتلال والاستيطان. يعني منذ بداية هذا العام هناك يعني في الحكومة الإسرائيلية عناصر متشددة سموتريتش وبن غفير هم يغزون الصراع، يعني دخلوا في حوارة في المواد وحرقوا أموال وممتلكات الفلسطينيين، ضربوا المصلين. يعني هو أنت طرف يغذي الصراع ويغذي التعصب والتشدد، كان طبيعيا ان هذه البيئه تنفجر. وبالتالي اذا اردت ان تحل المشكله من جذورها لابد من حل الدولتين، حل سامي، ودي كانت رساله القاهره. وبالتالي بدانا الان نجد تغير في المواقف، يعني طبعا هناك مواقف مهمه، الموقف الصيني، الموقف الروسي، يعني كل الاطراف الان يعني حتى الامين العام للامم المتحده صحيح. الرجل يعني الرجل نفسه كلمته كانت قويه قوي امبارح في مجلس الامن، لم يستطع يعني ان يصمت امام هذه المأساة الانسانيه. ولذلك اسرائيل الامس يعني يقول له انك انت يعني تستقيل، المره انه قال كلمه حق. طبعا بذكرنا بما حدث يعني بطرس غالي عندما قال كلمه الحق ايضا في مذبحه قانا في التسعينات. وبالتالي لا يمكن هناك ضمير بشري عاقل بشري ان يصمت او ان يقف يعني امام هذه المجازر وهذه المأساة الانسانيه. نتكلم حتى الان واحنا نتكلم اعداد الضحايا والقتلى الشهداء الفلسطينيين كل ساعه، يعني كل يوم الان بمعدل 400 500 شهيد كلهم من الاطفال. ما ذنب هؤلاء؟ طب والى اين ستقود المنطقه؟ امريكا الان تقول تحت مبرر حق الدفاع عن اسرائيل. طب هذا اتفاق حق الدفاع ليس له ضوابط؟ يعني انت لا تتكلم عن يعني جرائم حرب او موضوع حرب. وبالتالي كانت الرؤيه المصريه هنا في اعاده يعني محاوله اعاده العالم صحيح. الى رشده الطبيعي، لان هذا الاندفاع سيضر بمصالح امريكا، سيضر حتى بامن، لن يوفر امن لاسرائيل. القتل والعقاب لن يوفر امن لاسرائيل. ولذلك نقول ان الدور المصري هو دور منذ عقود مع الفكره الفلسطينيه، مصر مع حل القضيه بشكل عامل. مصر رفض وضعت خطوط حمراء فيما يتعلق بموضوع التهجير، لان المخطط كان واضح تحويل غزه الى جحيم اما بالقصف الشامل او بحرمان من مقومات الحياه. كان الهدف او الهدف الاسرائيلي واضح، دعم امريكي، تحويل غزه الى جحيم بحيث لا تحويل فلسطين تهجيرهم قصرا من الشمال للجنوب ثم نحو الحدود المصريه. وبالتالي مخطط التوطين ايضا كانت رساله القاهره مهمه في هذا التوقيت صحيح. رفض مخطط التهجير، رفض ليس فقط تثبيت قضيه فلسطينيه لا ايضا على حساب الامن القومي المصري. نعم. ولذلك الرساله وصلت للعالم ان ما تقوم به اسرائيل من تهجير قصري لن يتم باي حال من الاحوال ولن يتم على حساب مصر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.